What's up, guys? It's your boy Neji, aka Bennett B from the Bronx. And before you guys continue to watch these videos, I just want to explain to you real quick to my English viewers, the people that only understand English. Today, I just want to say that I'm gonna be changing up a little bit. Concentrate. What I want to say to you guys is today I'm gonna try something new. What is it? I'm gonna be speaking in my native language, which is Arabic, because I'm an Arab and you know, I don't know, man. I just feel like I just want to see what happens. But it's only Mondays, and I'm not even sure about that. I might not even do it next Monday. But you know, let's see. You know, I mean, I don't know. You know, it's, you know, why not? Why not? أهلا بكم أيها المشاهدين الكرام معكم. حمام بروح. أي الحمام معك المفتاح. حقيبة الحمام. أنا. والله ما محمد. اهلا بكم يا مشاهدين الكرام معكم ناجي اي كي اي بن بي فروم ذا برونكس وهذا اخي ابراهيم اي كي اي روك ستور. وش يسد؟ قفلها بالوائر. حلقة اليوم سيكون غير على العادة على ما تلاحظون. اليوم انا حاكي لكم باللغة العربية obviously which means obviously ايش معناتها obviously باللغة العربية. لغتي ما احلاها لغتي العربية. وهذا شيء ايضا العفو منكم اذا ما تفهمون ما اقولها في اللغه العربيه يعني وايش الفرق يعني اذا ما افهم ما تفهموني باللغه العربيه وليش احكي لكم باللغه العربيه اصلا صح. انا قلت اليوم باليوم الاثنين يمكن اعمل كل يوم الاثنين باللغه العربيه فقط كل ما استطعت لكن اذا ما استطعت بعض الاحيان يمكن أخابر باللغة الإنجليزية لأنني غبي جدا باللغة العربية حتى إذا أنا عربي هو المفروض أفهم العربي وأخابر العربي أحسن من الإنجليزي ويا أسفة يا أسفة يا أهلا دار الوكيل بين حقيقة كل بشر اشمت بك أقرب شخص الحاس بحزام الظهر ساعد المرأة ساعد المرأة مو معها اليوم مو مع عشاء حجة ما تقدريش تفتحي عندك هنا ذير يرجع وش قاعد تسوي again ايش هتعمل حركاتك يا عبدو حركات yeah, they don't know. Yamarish Mafia all day. Alright. Miss Laura. Kaventing. How are you? I'm doing very good, love. It's very cold today. Yeah. You come in your win lateral? Yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا تصب الله يقلعك لا تغلط الله يهديك لا تغلط على الليل الله يصلحك يقول لك يا حبيبي ايش معنا اليوم؟ معنا بيتزا معنا البيتزا عاد ما نجحش هذا هي المطعم هذا حيت الشيف ابراهيم يجي يطبخون للزبائن ليس شرقا ان يكون الرزق مالا ايوه الله فقد يرزقك الله ها بشخص ايوه يحمل عنك الكثير اوه وقال ابن التوعله ها هبوا والله تهبوا هبوا وما يهزيك الريح لو تهبوا هبوا ايش ما كملت؟ الله 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 ما شاء الله والشعر سبحان الله لا اله الا الله هذه هي الجريل بيصلح الهمبرجر هنا يطلع كذا وهذه هي الفراير ليصلح الشبس هنا يفعل كذا و يعني ازعم ما تعرفوا انتم دارين هذا الثلاجه دي اه الفريم فرايز الفرنش فرايز بالانجليزي باللغه العربيه شيبس شيبس
يلا هذاك المطعم الذي هناك ده المطعم. اذا ما لقيتش اذا ما شفتمش حقي الفلوج الذي بالقلب 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 ليه قلت لكم مش عارف انا كيف اخابر عربي. انا ما اخابرش عربي اصلا. هلا هلا. وهذا الدكان بتاعنا معنا كل شيء. تعالوا شوفوا الشعار اذا اشتكم شعار شرقة نفس كذا نفس ذي طرحها فوق مرتك تخليت تخايل واحدة ثانية بدل ما تزوج الثاني دي لها شعار مثل ذي وخليها تغير صوتها ويلا. وهذا الشعار كله شعار يعني معنا الذي قديم جاهزت كذا يوم سين مولا رويكم أخي إبراهيم يريدني أن أخذ مكانه من أجل هاي هاو ار يو يو ار كي يو ار كي وش ما قلت كان دي حقمل إبراهيم ايش انا عمال يا اخي خلاطر شو بدك مني لك شو بدك ايش عامل انت انت عم تصورني طول اليوم اصورك لليوتيوب لا بدي اتصور اصلا لو عاوز اتصور برا على استوديو حبيبي يا اخي انت ناشر شو بك انت شو بك لا تزعل شو بك عم تصورني انت انا بشوفني مشغول ولا ما فاضي لك على التصوير حبيبي مشغول ايه انت عامل ايه انت اصلا يخرب بيتك من حالك انت بتصورني طول اليوم انت عامل ايه اصلا حاسبني جيمس باند ولا حاسبني انا ايه حاسبني جيمس باند ولا حاسبني ايه يا جماعه الخير اللي بيحسبني جيمس باند بيصورني بفعل فيلم يا اخي انت شكلك حلو حلو للفيديو هذا سمحت يا اخي ده خربت الفيديو الصدق انت مثل الدب الغاز والله اوكي عدنا في الدكان الان طبعا احنا في المحل ديه طبعا عايشين فيه سنين من 7 سنين الى 6 سنين والله يا جماعه الخير شلنا فيه بلاوي والبلاوي دي مش عاوز تروح بهايمة بس يا جماعة الخير شوف الدنيا دي غريبة غريب كنا عايشين يا مرتاحين في الدنيا من زمان بس كده الدنيا من جماعة الخير أنا كنت إنسان صايع طبعا في الحياة دي كنت صايع طبعا كان صايع ده وبعدين أنا حصل لي الحمد لله والله إيش حصل حصل لي كده كذا صرت في كرسي أوه. متحرك ما رجلي ما بتحركينش يا جماعة الخير الله يشافيك اتبروا على رقم 778 اتبروا له يا جماعة اتبروا يا جماعة الخير والله يا جماعة بس سوي 30 مليون دولار 300,000 مليون دولار 300,000 مليون ايوه نبي اظن 300 المهم غلطنا بالرقم بس يا جماعة الخير ايه والله كذا لما رجلي ما بتشتغلينش حسيت في الدنيا ده ما بتسوي شيء والله ما بتسوي شيء ليه كان سألوني ليه لأن الدنيا ده وانت فوق الكرسي جالس تغري وانت جالس بتمول وانت جالس وانت جالس ايه صعبة الدنيا احنا في الدكان الآن وانا الساعة 8:30 الآن وانا سنذهب الى البيت سنصير البيت بعد نص ساعة تماما ان شاء الله والآن فاضي ولا احنا عامل شيء ما في شيء نعملها نفيو يذواك ولد اخي شغال ما شاء الله عليه الله يرزقه بكل خير ويرضي عليه ومعي اخي في على العجله الله يشافي متى يرجع رجلك متى يفرين اخي الحين العربي انا احاول اخابر بالعربي طول الوقت يا بروسكي لا تحاول تخابر العربي بس انت ما بدك تتخابر يعني. يا اخي لا خابر سعل تخابره ده كلمه يمنيه تخابر كلمه يمنيه مش بالعربي كلمه يمني باللغه العربيه الفصحى يا اخي احنا في التلفاز اجي اخابر يمني باللغه العربيه الفصحى مشان يفهموني العرب كلهم بما اريد ان احكي لهم واشكي لهم واقص لهم قصة
جميلة على عنتر بن جداد وحبلة ولا حبلة ولا إيش اسمها الثاني صاحبته حبيبته حبيبة ماذا عنتر بن شداد عنتر بن شداد اسمها عبلة عبلة ده عنتر بن شداد كان خادم كان خادم كان خادم بيخدم إيه بيخدم العرب طبعا كان يخدم أبوه ده عنتر أبو شداد كان بيحب واحد اسمها عبلة وإيه كمان خادم بتخدم ماشي خربت والله. القصة لا تحلف شو استغفر الله أنا كان خادمة ولا تفزر هي كان خادمة عبلة أو لا كانت لا لا لا. بنت عربية بنت صح عمه صح صح صح. مش كان بنت عمه إلا بنت عمه عربي هو خادم من الحبشة كان خادم يا بنت عمه اسمع الحين القصة أنت تسمعها من أنا شفت الحلقة ولا تفسر هي الحلقة الله يهديك مسلسل أنتر بن شداد شداد كان قل ابن زاني كذا لا لا يا يا something like that عنتر بن شداد يعني خادم بيخدم الناس أبوه وحبي واحدة كان معاه خادمة اسمها عبلة وعربية حبلة الخادمة ده مسيدة وحصل عبلة. الوليد هذا اسمه عنتر بن شداد وعنتر بن شداد كان شيء عامل يعني يكون رجال نفسه والناس يشوفوا ويكونوا معاه قي يعني شيء يكون معاه قيمة بين أخواله والقبيلة حقه وحبلة ولا قبلة عنتر بن شداد كان خادم كان يخدم عند الناس ينعى البقر والغنم منو هذا كان يخدم على ابوه ابوه ما كان يخدم ابوه ابوه ايوه ايوه ارم صالح versus my brother يعني ارم صالح ابراهيم صالح عم تحكي على ايه عام صالح هو حبيبي هو هو ملاكم لكن ابراهيم فصلوه من الملاكم اصلا انه ما كانش بيعرف الملاكم طبعا كان قلت كان ايش قلت يا ابراهيم كان مفقول لما قال العرس جاب عرس بنت اخته لما تزوج بنت الترب كان مفقوع خايف شاف عيلة تبعنا داخله هيش رجال بتشوف سمع كان بيهتز بعد احنا ايه خلينا على راحة فقعتني ذا الحين كلمته انا اصلا كان هكذا خايف مثلك كلمته قلت له لا تخافش يا حبيبي لا تخافش رجل الضارب احنا جينا نحتفل فيك ربتنا أوبا 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 حتى المطر التلفون What's up boss? Yeah So we heading home إذا احنا مروحين الآن نفي ورا 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 إبراهيم So we waiting to get some food over here in Shuckers, or whatever we call this shit. Yeah, Shuckers. Okay. What up? And it's freezing, right, nephew? Bird. Yeah, it's cold as fuck, man. Tennessee, Chattanooga. We're out here for the food that we're talking about. And, I mean, without a car, we're going to be a long walk in the cold. We're going to be a long walk to the house. There's no car. We got our food, we got out. معنا الأكل حقنا بتاعنا. مروحين الآن إلى البيت بعد يوم طويل. وإذا والآن خلاص أقول لكم وداعا. إذا عجبتكم اللقطة دي الفيديو بليز سبسكرايب لايك. نعم. One time line, food line. هلا نسير للفود لاين للماركة دي. نشتري ماكن دون. خلاص نروح البيت خلاص. نروح البيت خلاص. Peace.